السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه اخبارك؟ طبعا في الشتاء ده بتلاقي نسبة تخمر المعجنات معاكي صعب، يعني ممكن تكوني مثلا انا عاملة ده دلوقتي وعايزاه مثلا للعشاء على طول، مش هخليه للصبح. العجينة بتقعد كتير من غير ما تخمر. عدم تخمر الحاجة بتهدر معاكي على فكرة، بمعنى ايه؟ يعني ده دلوقتي اما يخمر حجمه هيتضاعف 3 4 مرات، فهتلاقي مثلا الرغيف الفينو معاكي كبير منفوخ هش من جوه مش معجن، طعمه حلو ريحته حلوه، عوامل كتير. المهم في الشتاء بنعمل ايه عشان طبعا نخلص التخمير؟ احنا بنقطع العجينه بنسيبها تخمر الاول، وبعدين نقطعها وتخمر تاني، وبعدين نشكلها ونسيبها تخمر تاني. في كل مرحله من المراحل دي بنقضي الفرن من تحت الفرن، نسيبه يسخن شويه سخن اهو، وبعدين طفيت النار اهو مفيش نار من قادر، وحطيت حته قماشه ورصيت الصواني وشلت الشبكه، كان في شبكه هنا ونزلت الصاج ده تحت، ونسيبهم كده فوق بعض والجو ايه هنا سخنيه، ونروح قافلين عليه 10 دقايق نص ساعه هتلاقيه نفش خالص. وطبعا من نجاح المعجنات انك تحطي تحتها زيت زي كده، يديكي الطبقه اللي تحت حلوه وجميله ومتحمره وشكلها حلو شويه، واوريكم النتيجه بعد التخمير وقعد قد ايه. شوفي تقريبا بعد ساعة ساعة الا ربع، يعني انا متابعاها مش بص قوي، شوفي بقت بقد ايه، ده فرق حجم كبير جدا 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 في التخمير. انت هتكسبيه لما تدخليها في الفرن، هتلاقي العيش او الفطير او القرص ايا كانت الحجم متضاعف، الطعم حلو هشة جدا من جوه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، شوفي الجمال اهي، يلا نشوف اول دورة انا حطاه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بحط من النار حامية اهو عشان تتحمر من فوق ومن تحت، وما دهنتهاش بيض، ما حبيتش ان انا ازينها بيض، فانت زي ما انت عايز اهو. شوفي ده لسه حطاه من دقيقتين مثلا، شوفي الفرق في الحجم من اول الفيديو ودلوقتي اهو. ما دام انت بتعملي فرن البوتاجاز ممكن تعملي كميه صغيره على قدك. الكميه اللي معانا دي 2 كيلو دقيق او لا كيلو ونص، عليها بيضتين، عليها محسن خبز، عليها معلقه خل، ودي محشيه جبنه قريش على عبور على كزبره وحبه البرك، وما دهنتهاش من فوق، وهيطلع شكلها جميل جدا، وهوريكي شكلها النهائي ومن جوه عامل ازاي. طبعا عجناها بلبن رايب وحته قشطه وشويه زيت وخلاص، كفي يعني 3 كوباية كده. كل ما زودت الزيت كل ما كان غلط اصلا، يديكي طعم مش حلو. عايزه زودي قشطه ماشي، زي ما انت عايزه. طلعته من الفرن اهو، اول صفتين زي ما انت شايفه اهو خلاص. طبعا احلى خبيز الالمونيا، الالمونيا السجاد دي انا جايباها بالكيلو. بصي بقى طبعا درجه التحمير ديت على راي عيالي، يعني انت بتحمري زي ما انت عايزه، يعني عندك لون فاتح هنا ده غامق انا نسيته في الفرن اساسا. بصي بقى انا بعمل ايه، اهم حاجه عندي انا شخصيا بعمل بدهن، بجيب منديل ورق كده واحطه في زيت وادهن الصاج من تحت، حتى لو ما بيلزقش حتى لو تيفال، بس وانا بعمل في الالومنيا وحتى لو العجينه مش هتلزق. ليه بقى؟ بصي او لما تيجي تشيليها تنشال، شوفي درجه التحمير الجميله من تحت ديت بيبقى من الزيت خلاص. طب انا ما برشش لا ميه ولا الكلام ده كله ليه؟ العجينه بتاعتي حلوه، العجينه بتاعتي وانا شغاله بيها قطريه جدا 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 اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. فانا بقلبها بس كده ليه؟ عشان لو عرقت على الحته ديت هتعجن منك وتعفن، فانا بقلب بس كده على ما يبرد، وما بسيبهاش بره بقى كتير، يعني مجرد ان هي هتنشف. بصي شوفي الحته، يعني بسم الله ما شاء الله العجينه اصلا انت تشيل الواحده خفيفه ما تحسيش بيه، وافتح لكم واحده. طبعا تقدري تحطي مثلا بيض يلمعها من فوق، دي حاجة اختيارية، يعني انا قلت كفاية البيض اللي احنا حاطينه فيه وخلاص اهو كده اهو. بسم الله الرحمن كده، والتانية برضو بسم الله الرحمن الرحيم. جميلة العجينة والله رهيبة، دي ما احمرتش قوي زي التانية لان دي كانت في جنب الفرن جنب البوتاجاز في الجنب كده، والجنب البوتاجاز المشكلة في الفرن في البوتاجاز بتاعي ما تشتروش زيه، هبقولها اعمل لكم فيديو عليه لانه مش كويس خالص. فريش احلى منه، يعني انا كنت جايبة فريش من اول ما اتجوزت
وفريش رهيب، كنت بخبز فيه كل حاجة، لكن ده وحش قوي. يعني انت تلاقي ياما متحمرة خالص وياما بيضة خالص، ده عيب في الفرن. بصي بقى، اجيب لك واحدة من المتحمرين خفيفة، بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين هنحشيها جبنة قريش كتير الصراحة. طب استني بقى ايه، نفتحها عشان هي سخنة. طبعا ديت كيلو ونص دقيق، عليهم بيضتين، عليهم نص معلقة أكل محسن خبز، الكيس كبير ب5 جنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. استني بقى عشان ايه، بصور بس ايه، مش هتيجي بسم الله الرحمن الرحيم. سخنة جدا جدا جدا، استني كده مش عارفة افتحها. بصي سخنة، سخنة جدا يا جماعة. بصي شفت الطبقات التورقة، شفت دي. انا اصلا لو اقول لك العجينة دي كنت عاملاها على اساس فطير مشلتت الاساس، وكنت هعمله بالحشوة دي اهو. الحشوة ريحتها جميلة، جبنة العيال طبعا الصغيرة ما بتحبش الجبنة القريش، فانا حطيت جبنة قريش على جبنة عبور وعليهم كزبرة اهو، دايبة وطعمها جميل. طبعا الجبنة القريش اما تجيبها من حد موثوق منه، حد بيعمل جبنة، الجبنة دي صنعة خلي بالك اهو، جميلة. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجة خفيفة جدا، هعملها كده بقى عشان ما يتعملش ورا اخر. شوفي انا عايزة اوريك الطبقات بس، هو مش باين. الحاجة طيبة وجميلة، بسم الله، وخفيفة. اتمنى تجربيها وهتعجبك. والعجينه دي ان شاء الله انا عاملاها تقريبا قبل كده معاكم على البث المباشر. طبعا التخمير الحلو خلى الحجم ينفش معاكي، لو انت ما خمرتهاش حلو كانت هتبقى مكتومه معاكي من جوه، والرغيف صغنن كده ومكتوم، فانت التخمير الحلو معاكي يديكي النتيجه الجميله اللي انت شايفاها دي، ويديكي انتاج اكبر خلي بالك، وطعم احلى. اتمنى اكون افدتك في الفيديو ده، ولو ان انت عايزاه اكتبوا لي في التعليقات وانا برد عليك على طول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ممكن لو ما حطيتوش بيض تلمعيه بحته زبده، يعني هتجيبي زبده من بره مثلا، حته زبده معاكي صفرا نيوزيلندي فرن الكلام ده، وتروحي دهنه بيه كده، هتلمع وتبقى جميله خالص. بس هو ملوش لازمه يعني، يعني انا قصدي ان الزبده هتستخدميها في حاجه تانية، فهو حسب مزاجك اللي انت عايزاه يعني. اتمنى اكون افدتك في الفيديو ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.